يواصل مجلس الشيوخ جلسات لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخلال جلسة اليوم وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد ليصبح بذلك لدى سوق التأمين قانون موحد وشامل. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ استكمل خلالها مناقشاته لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. بدأت الجلسة بإحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مشروع قانون محال إليه من مجلس النواب بشأن تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم، وذلك إلى لجنة حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن والأشخاص ذوي الهمم لدراسته. كما ناقش نواب مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث أبدى عدد من النواب مقترحاتهم وآراءهم حول مشروع القانون. أنا بقترح استبدال عبارة شركات للتأمين الطبي المتخصص طويل وقصير الأجل بعبارة شركات التأمين الطبي المتخصص، ودي تفند في الفقرة الثانية من المادة، للتأكيد على أن الرسوم المقررة على التأمين الطبي تشمل النوعين، وحسب ما ورد بالتعريفات فقد تم تعديل التعريفات بأن قطاع التأمين الطبي المتخصص طويل المدى وقصير الأجل. المادة بتقول كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية، وقامت اللجنة بحذف عبارة بما فيها الحوسبة السحابية الواردة بعد عبارة تقديم أي من الخدمات الإلكترونية، وبالتالي من الأفضل ضبط موقعها بدلا من حذفها. وفي نهاية الجلسة وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون نهائيا ليصبح لدى سوق التأمين قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.